حول هذا الموضوع واهميته. معنا هاتفين الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رابع. تحيه استاذ جمال وصباحنا مصري معاك. النهارده بنقول ان يعني فعلا القمه التي عقدت في جلاسجو مهمه جدا حقيقه، وتضع رؤساء الدول وخاصه الدول المتقدمه الدول العظمى امام مسؤوليتها، وخاصه فيما يتعلق بالدول الناميه او الدول الافريقيه التي تعاني من تبعات تغير المناخ. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. بالفعل هي قمه في غايه الاهميه، وتاتي في توقيت كمان له خصوصيه، خصوصا ان العالم الان يشهد موجات كبيره جدا من التغيرات المناخيه، نتاج ربما التقاعس في تنفيذ عده تدابير كانت من الممكن ان تقي الكوكب مما نحن وصلنا اليه الان. وبالتالي حتى هناك الكثير من الخبراء اطلقوا على هذه القمه انها قمه الفرصه الاخيره، كونها بالفعل فرصه مهمة لقادة العالم على أن يتجمعوا على كلمة سواء ويتجهوا نحو الحفاظ على ما تبقى من يعني أجواء للحفاظ على المناخ. وأعتقد أن المشاركة المصرية حقيقة كانت فعالة، وكانت أيضا يعني طرحا مهما للغاية فيما يتعلق ب يعني المساهمة المصرية سواء على الصعيد الداخلي في الداخل المصري، وما تحققه مصر من منتجات على صعيد الحفاظ على البيئه، سواء فيما يتعلق بالطاقه النظيفه واستخدامها، وايضا فكره السندات الخضراء واحلال المركبات التي تعمل بالطاقه التقليديه الى الطاقه النظيفه وغيرها من الامور، او حتى على الصعيد الاقليمي. فوجدنا كلمه السيد الرئيس ايضا تعبر عن الهموم الافريقيه وعن الدول النامية. مهم قوي يا استاذ جمال النقطه دي. انا عايزه اتوقف فعلا عند كلمه مهمه للسيد الرئيس خلال هذه القمه. الخطاب اللي تبناه السيد الرئيس كان في شق افريقي، فعلا خطاب افريقي، انه تحدث باسم القاره الافريقيه وقال ان القاره الافريقيه هي من يدفع الثمن نتيجه التغيرات المناخيه، رغم انها لم تكن المتسبب في هذه التغيرات، وطالب كل قاده العالم بالاطلاع بمسؤولياتهم، تقديم التمويل اللازم للدول الافريقيه لمواجهه التداعيات، وأيضا لإقامة استثمارات ومشروعات تؤهلهم للتحول للاقتصاد الأخضر. الكلمة قد إيه كانت مهمة، وقد إيه خدت إشادة من جميع القادة اللي كانوا موجودين في هذه القمة؟ هذا مثال يعني أقف في كلمة السيد الرئيس في القمة في جلاسجو، أو حتى في عام 2015 حينما كان الرئيس أيضا في قمة باريس للمناخ وألقى كلمة مصر وتحدث عن أفريقيا. وبالتالي الهموم الأفريقية دائما حاضرة في كلمة السيد الرئيس في قمم المناخ، وهناك اهتمام مصري في أن يعني تتحمل الدول المتقدمة بالتحديد مسؤولياتها تجاه الدول الأفريقية. وبالتالي وجدنا السيد الرئيس يشدد على هذا الأمر في كلماته يعني في القمة. وأيضا يجب ان يعني يدرك الساده المشاهدين ان القاره الافريقيه بالفعل لم تكن متورطه فيما حدث في العالم الان من تغيرات مناخيه صعبه للغايه. الانبعاثات التي تخرج من القاره الافريقيه مجملها لا يقارن في اي من تخرج من الدول الكبرى. وبالتالي يعني على الدول الكبرى ان تساعد الدول الناميه والدول الافريقيه في بالتحديد في ايجاد يعني سبل تنمويه لها علاقه بالاقتصاد الاخضر، خصوصا ان لا يمكن ان يدفع المواطن الافريقي ثمن الرفاهيه وثمن التقدم الذي حدث في الدول المتقدمه، وان يعني يتنازل عن التنميه الان. وبالتالي هي معادله صعبه، ولكن السيد الرئيس في كلمته طالب المجتمع الدولي ان يتعامل مع القاره الافريقيه بشكل من الخصوصيه وفق اتفاق باريس. صحيح، هنا يمكن في نقطه مهمه جدا استاذ جمال كان دائما التركيز عليها، وده يمكن ظهر في قمه باريس المناخ القمه الماضيه ودلوقتي في جلاسجو، هو اهميه ان تقوم الدول الغنيه والمتقدمه بدفع يعني التمويلات او دفع حصتها في هذا الموضوع المهم، لان التمويل مهم جدا من اجل تغيير المناخ. بالتاكيد يمكن في قمه وخاصه طبعا زي ما انت عارف بعد خروج الولايات المتحده الامريكيه من اكثر من منظمه واكثر من تمويل لمنظمات مهمه جدا في عهد ترامب، فطبعا العوده مره اخرى الان الى اهميه التمويل، والتمويل ده طبعا هو الذي سوف يؤدي الى تحسين المناخ وتحسين البيئه في نفس الوقت. بالتاكيد القاره الافريقيه تحتاج الى هذا التمويل، ويمكن حتى في الكلمه الثانيه للسيد الرئيس امام يعني الجلسه الخاصه بالتكيف، الرئيس ايضا تحدث عن فكره اهميه التمويل لتحقيق التكيف في القاره الافريقيه. وبالتالي التمويل بالفعل معضله. يمكن كان في قمه في كوبنهاجن قبل كده، وكان هناك حديث عن
30 مليار دولار، ومن ثم في اتفاق باريس ارتفع هذا المبلغ الى 100 مليار دولار. واعتقد ان وجود هذه المبالغ على الورق فقط لا يحقق الطموح، بالتالي يجب ان تتحرك هذه الاموال على ارض الواقع، وان يكون هناك ايضا اليه لاستخدام هذه الاموال سواء من خلال صناديق يعني بها بعض الاليات لصرف هذه الاموال وتوجيهها مباشره لتحقيق التنميه الخضراء في القاره الافريقيه، او من خلال وجود بنك للتنميه الخضراء تتبناه الامم المتحده وايضا يعني الشركاء من الدول الكبرى. ايا كان هذه الاليه يجب ان يكون هناك اليه حقيقيه لالزام الدول. من سيلزم يا استاذ جمال؟ من سيلزم؟ يعني الامم المتحده قادره على ذلك؟ يعني سمعنا وعود فعلا، وعود براقة جدا خلال هذه القمة من كل قادة العالم على رأسهم بايدن، يعني وعود قوية جدا، ولكن يعني ما زال حبرا على ورق. من سيلزم هذه الدول بالالتزام، ومن سيحاسبهم إذا لم يلتزموا؟ يعني مظلة هذه الاتفاقيات وهذا الاجتماع هو الأمم المتحدة، وبالتالي يجب أن تطلع الأمم المتحدة بدورها. لا يوجد رفاهية الوقت، لا يجب أن تتخاذل الأمم المتحدة عن إنقاذ كوكب الأرض، وأن تترك الأمر بين قادة العالم الدول الكبرى بالتحديد في هذه الحوارات البراقة كما حضرتك تفضلت. يجب أن تتحول هذه الحوارات إلى فعل على الأرض. يمكن بالفعل عودة الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى قضايا المناخ هو أمر إيجابي ومكسب كبير جدا لقضايا المناخ، ولكن أيضا نريد أن نرى من الولايات المتحدة الأمريكية أفعال حقيقية، أن تحرك القطن الغربية بشكل كامل، وأن يخرج الأمر عن يعني صراع النفوذ الدولي. لكن حتى رأينا بالأمس كلمة بايدن يتحدث مجددا عن فكرة الصين وعن روسيا وعن القطن الغربية. لا نريد هذا الحديث، نريد حديث عن الإنسانية، نريد حديث عن حقوق الإنسان في الحفاظ على حياته في ظل كوكب نظيف. الصين وروسيا طبعا أستاذ جمال لم تحضر هذه القمة يعني حضوريا، إنما حضروا افتراضيا عن بعد. يعني واضح برضو أن الخلافات السياسية ما زالت تهيمن على مثل هذه القمم. هذا للأسف، هذا ما أريد أن يجب أن يتم تنحية الخلافات السياسية ما بين الدول الكبرى، والنظر إلى هذه القضية بموضوعية بإنسانية بحتة دون أي خلافات سياسية أو اقتصادية أخرى، لأن هذه القضية قضية مصيرية تتعلق بوجود الإنسان على هذا الكوكب. يعني نحن كنا نتحدث عن جائحة كورونا، في الآخر جائحة كورونا من الممكن أن يكون لها مصل، لها علاج. صحيح. لكن التغيرات المناخية إذا حدثت وإذا وصلنا إلى ذروة التغيرات المناخية لن نستطيع العودة مجددا، لأن لا يوجد علاج لهذا الأمر. صحيح. العلاج الوحيد هو الوقاية، الوقاية من الآن والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. ربما أستاذ جمال، ربما هناك نقطة تماس بين الحسابات الاقتصادية لغة الأرقام وأيضا حقوق الإنسان كما أشرت حضرتك، أو الأوضاع الإنسانية. هناك نقطة مهمة جدا، موضوع الهجرة غير المشروعة من دول القارة الإفريقية خاصة اللي بتتصدى ليه مصر. هو الشباب الأفريقي بيهاجر وبيرمي نفسه في البحر لأن مفيش يعني فرص عمل، مفيش مشروعات تنموية في الدول الإفريقية. لو الدول الغنية قامت بدورها وقدمت التمويل اللازم اللي نصت عليه اتفاقية باريس 100 مليار جنيه دولار سنويا، ده أكيد هيساهم في إقامة المشروعات في هذه الدول، بالتالي يبقى في فرص للعمالة، بالتالي هتتوقف الهجرة غير المشروعة. بالتأكيد، يمكن المكاسب مضاعفة على كافة الأصعدة. أيضا ظاهرة الإرهاب سوف تختفي لأن هناك فرص عمل وهناك تنمية وهناك إعمار. أيضا البطالة سوف تنخفض، أيضا الإعمار سوف يتحقق. إذا هي يعني منظومة متكاملة إذا تحققت سوف تعود أيضا بالرخاء زي ما حضرتك تفضلت أيضا على الكتلة الغربية، وسوف يكون هناك سلم وأمن إقليمي حقيقي، وبالتالي التنمية بالفعل هي أحد معارك محاربة الإرهاب ومحاربة الهجرة غير مشروعة ومحاربة الفقر والجوع. خليني أقول لحضرتك أيضا أن الأزمة العالمية الآن أصبحت أزمة مرتبة. نحن نتحدث عن جائحة كورونا، نتحدث عن أزمة اقتصادية عالمية، نتحدث أيضا عن تغيرات مناخية. يعني ثلاث أزمات في الحقيقة بيواجهوا العالم، ويجب التصدي لهم بشكل مباشر وبالتوازي وفي تعاون مشترك. هنا يمكن نتكلم هنا أستاذ جمال أخيرا برضو على أن مصر تأمل في أن تستضيف القمة القادمة كوب 27، وطبعا هنا يعني هذا الأمل مهم جدا ومتواجد طبعا، لأن مصر زي ما قلنا في تفاصيل حوارنا عضو فاعل في مثل هذه القمة المهمة جدا خاصة بتغير المناخ. كيف يبدو هذا الأمل مواكبا مع يعني تصدر مصر لمحاولة وجود توازن في المناخ وخاصة في الدول الإفريقية أو في أفريقيا القارة الإفريقية عموما؟ يعني
يعني اؤكد على كلام حضرتك ان مصر رائده في مجال العمل المناخي، بالفعل مصر انضمت للاتفاق الاطاري للامم المتحده الخاص بالمناخ في عام 1992، وكانت اولى الدول الموقعه والمصدقه ايضا على هذا الاتفاق، ومن بعده شاركت في كافه الاجتماعات والقمم ولها دور كبير جدا في هذا الامر، وبالتالي بالفعل مصر احد رواد العمل في قضايا المناخ، ومن حقها ان تستضيف مثل هذه القمه، خاصه ان لدينا القدره اللوجستيه، لدينا رصيد كبير جدا من تنظيم المؤتمرات والاحداث الكبيره. الجميع يتذكر مؤتمر القمه الاوروبيه العربيه في شرم الشيخ وكيف كان مبهرا للعالم، وغيرها طبعا من المؤتمرات سواء منتجات الشباب وغيرها. خاصه استاذ جمال انه القمه القادمه ستشهد اطلاق مصر استراتيجيتها الوطنيه للمتغيرات التغيرات المناخيه حتى عام 2050، وده مهم جدا بالتأكيد، وبالتالي هي فرصة أن تعبر مصر عن نفسها وأيضا تعبر عن قراراتها الأفريقية، تطرح الاستراتيجية الخاصة بها وأيضا تكمل مسيرة الدفاع عن حقوق القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتجارة المناخية وأيضا الاتفاقية العربية، وبالتالي هو صوت عربي وأفريقي فعلا. المهم أن يكون حاضرا في العام المقبل ويكون هو المستضيف للقمة حتى تستطيع الكتلة العربية والأفريقية الدفاع عن حقوقها والدفاع عن فكرة العدالة في قضايا المناخ. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي جمال رائف، وصباح الخير.